إذن بعد أن تعرفنا على قانون التناقص الإشاعي بعدد الأنوية المتبقي عند اللحظة T، وكان هو أند T تساوي أن زيرو أس ناقص لمدة T، سوف نتعرف على عبارة النشاط الإشعاعي، ويسمى أيضا النشاطية اللي هي الأكتيفيتي، ويرمز لها أ لتي. قبل أن نصل إلى العبارة نعرف ما هو النشاط الإشعاعي. إذا تاريخيا أول من اكتشف النشاط الإشعاعي كان بكريل عند وضع أملاح اليورانيوم في فيلم للتصوير. لاحظ تأثير هذه أملاح اليورانيوم على الفيلم، ومنه اكتشف النشاط الإشعاعي الطبيعي. لذلك وحدة النشاط الإشعاعي هي البكريل، وحدة نشاط إشعاعي. أولا تعريف النشاط الإشعاعي هو عدد التفككات في الزمن، وحدته البكريل. على حسب العالم بكريل ويرمز لها بكولو، إذن وحدة النشاط تكون بالبكريل. وتعريف البكريل، إذن واحد بكريل يساوي إلى واحد تفكك على واحد ثانية. إذن واحد بكريل يساوي واحد تفكك على واحد ثانية. عبارة النشاط الإشعاعي، لدينا تعريفا للنشاط الإشعاعي هو عدد التفككات، أي دلتا ان على دلتا تي تساوي أ لتي. وبما أنه متناقص إذا تكتب عبارة الناقص هنا أو هنا. عندما يكون وتقريبا يساوي إلى ناقص لمدة في ان لتي، عندما يكون دلتا تي صغيرا جدا. إذا نلاحظ أن لدينا أ لتي يساوي ناقص لمدة في ان لتي. إذا بتعويض نجد أن أ لتي يساوي ناقص لمدة في ان زيرو في أ أس ناقص لمدة تي. تعريفا لمدة في ان زيرو هي أ زيرو، إذا تصبح العبارة لم أ زيرو في أ أس ناقص لمدة تي. إذا عبارة أ لتي نشاط عند اللحظة تي تساوي أ زيرو في أ أس ناقص لمدة تي. إذا تعرفنا على عبارتين، عبارة ان لتي تساوي ان زيرو أ أس ناقص لمدة تي، و أ لتي تساوي لمدة في ان لتي وتساوي أيضا أ زيرو في أ أس ناقص لمدة تي. إذا عبارة عدد الأنوية المتبقي وعبارة النشاط عند اللحظة تي. وسوف نلتقي لإيجاد عبارة أخرى في النشاط الإشعاعي.